ازيك يا مبارك يا مصطفى حبيبي؟ ازيك يا دكتور؟ مبارك ايه؟ وحشني والله يا دكتور. خصوصا انت بتلعب رياضه؟ لا خلاص بقى مفيش اي رياضه خالص؟ لا ماشي بس ما عندكش غير ماشي؟ ماشي بقى عشان القلب عشان ما كلنا قلوبنا ربنا يريح قلبك ان شاء الله. ربنا يخليك. ايه اخبارك؟ والله تمام يا كابتن الحمد لله. انت فين يا حمد دلوقتي؟ انا دلوقتي مستشار فني لمجلس اداره نادي المقاولين العرب. وبعدت خالص عن الناشئين وبعدت عن الكلام ده ليه؟ والله يا كابتن يعني خلاص الواحد كبر في السن. لا ما تقولش كبر، لما الكبر مش في السن، الكبر في التفكير، كبر في الناس اللي موجوده المسؤوله بالتفكير بتاعهم القديم. انما انت صنعت نجوم، صنعت نجوم زي محمد صلاح والنني، وده اللي انا قلته في البدايه. وفي نفس الوقت هنتكلم على الحاجات دي كلها، وفي نفس الوقت مفيش نجوم في مصر ممكن مواهب تانية نشوفها؟ هو والله يا كابتن مصطفى يعني عايز اقول لحضرتك حاجة، يمكن لما شفنا المغرب بيلعب في كاس العالم مشيوا صح، اتجاه واحد كل المغرب ماشية في اتجاه واحد لخدمة تنسيق كله مع بعض لخدمة المنتخب المغربي لذلك عمل نتائج وفعلا حاجة كويسة. مشكلتنا في مصر ان كل مؤسسة أو كل نادي في اتجاه غير التاني، مفيش حاجة موحدة، مفيش حاجة موحدة. هو ده اللي ناقصنا. طيب أنت عاجبك حال الكرة المصرية؟ والله أنا والله بالنسبة لي مش يعني مش مبسوط، لأن خلاص المادة لما دخلت، يعني يمكن حضرتك أنت اتكلمت من زمان من كام سنة كده على إن اللي معاه فلوس هو اللي هيشوف الماتشات وهو اللي هي، بس بقى في فرق كتيره زي مثلا المحله وزي المقاولين العرب وفرق كبيره جدا كانت شركات. اسكو اللي انت كنت مش كانت شركه؟ ايوه بالظبط. فين هم بالنسبه للرياضه دلوقتي؟ في دلوقتي اكتر من اربع خمس فرق شركات. ما هي دلوقتي يا كابتن بقت الامكانيات هي اللي بتساعد الفرق دي، يعني مثلا فريق هنشوف في المقاولين مواهب جديده؟ هنشوف. انت شايف حاجه عندك؟ لان اللي موجودين في المقاولين اولاد النادي، اولاد النادي فبيعملوا لعيبه كويسه وبيصعدوها للفريق الاول. احنا بنرحب بيك معانا في المجري، هتقعد تشرب كده حاجه وتتفرج على التقرير، وبعد كده نتكلم بقى التاريخ كله ونشوف بقى حمدي بدا منين. انا عارف انت بدات منين، بس الناس عاوزه تعرف حمدي روح من جواك في ايه. حاضر. اتفضل يا حبيبي. حاضر يا دكتور. حمدي نوح اسم غني عن التعريف، اسم كبير في عالم كرة القدم، موهبة فذة، فنان مبدع، وهداف قدير. قل عنه ما شئت فلن يلومك أحد، لأنك تتحدث عن حمدي نوح، لاعب موهوب من الزمن الجميل. هو نغمة حلوة في لحن الكرة المصرية، هو قصة جميلة في الساحرة المستديرة، وواحدة من حبات المواهب في عنقود الكرة المصرية. كان مهاجماً من طراز خاص ولاعب له بصمة مميزة في ملاعب العشب الأخضر. مشواره طويل مع كرة القدم، فيه حكايات وقصص كثيرة سيرويها بنفسه وسيعبر من خلالها عن لحظات الفرح والدموع في مسيرته. لعب لثلاث فرق هي إسكو والمقاولون والإسماعيلي، ومع كل فريق كان له صولات وجولات، لكن تظل تجربته مع المقاولون العرب الأعظم والأعرق والممتلئة بالبطولات والإنجازات، فهو من أبطال الدوري ومن أبطال القارة السمراء. حقاً حمدي نوح اسم للمتعة في عالم كرة القدم. مع الأندية تألق وأجاد، ومع المنتخب الوطني كان له دور وبصمة، وأهدافه التي لا تنسى. حمدي نوح نجم كبير في دنيا كرة القدم المصرية، الكل يحبه والكل يعترف بموهبته التي نادراً ما يجود الزمان بمثلها، فقد حفر اسمه بجهده وعرقه في كتاب كرة القدم المصرية. تعالوا نرحب بالموهبة الفذة كابتن حمدي، أهلاً بك على شاشة قناة الأهلي.